بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، وهي عبارة عن تذويب أنواع من الأنسجة النباتية المصابة بأنواع كثيرة جدا من الأمراض، مثل الأمراض الفطرية والأمراض البكتيرية. ممكن يعني تختلف شكل الأمراض من مرض إلى من فصيلة إلى فصيلة. ممكن تلقى الأمراض الفطرية تكون يعني أشد يعني خطرا على الأنسجة النباتية، وأيضا ممكن تلقى بكتيريا أيضا خطيرة جدا، ممكن تسبب موت كامل للأنسجة العلوية. طبعا تم دراسة الأنسجة النباتية قبل تذويبها تحت المجهر، بعدها التحويل على يعني أخذ عينة ودراسة العينة تحت المجهر البيولوجي اللي يكبر أكثر من 7000 مرة. طبعا يجب الحذر وأخذ يعني بعين الاعتبار أنك تكون في مأمن ضد هذه الميكروبات والطفيليات المتواجدة داخل هذه العينة. ممكن أيضا تلقى فطريات، بكتيريا، ديدان، بيض ديدان، يعني ممكن تلقى بيض حشرات، يعني على حسب يعني أنواع الفصائل اللي كانت متواجدة. وأيضا ممكن تلقى فيروسات بعد التليف الحاصل في التليف النسيجي العلوي في الأنسجة. يعني ممكن تلقى كل شيء كان يعني متواجد فوق العينة أو كان يعيش فوق العينة وتكاثر بنسبة كبيرة جدا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وأنا أنصح يعني بدراسة علم الأمراض وعلم النباتات ومعرفة الفصائل المتواجدة داخل هذه النباتات، ومعرفة يعني ايش موجود بالضبط، عشان يعني ناخذ بعين الاعتبار ايش اللي ممكن نقدم اذا كان يعني واجهتنا مشكلة داخل موضوع العينة او داخل موضوع نوع من انواع الميكروبات الغير منتشرة مثلا ويسبب اذى للبشر بشكل عام او الحيوان او النبات. وان شاء الله نشوفكم في درس جديد وعينة اخرى.